بسم الله. انا وحده من السكينه ديال دوار المقيربه زراره اقليم سيدي قاسم اللي عندنا فيه هذا المشكل قائم دابا، وجيت بغيت نسمع صوتي للناس المسؤولين من خلال هذه المنابر الاعلاميه. حنا هذا الدوار دخلنا له في 1894، دخلوا فيه جدودنا واستقروا فيه، ومن بعد بان واحد الطرف اخر قال بان حتى هو فيه، شدوا ذاك الارض بالمناصفه وزرعوها وغرسوها وداروا عقود مسجله بيناتهم وسجلوها ابتداء من 1926، واستمرت هكاك العقود مع دوك السكان حتى 1968. المهم في 1930 كانوا هاد جدودنا وهاد والدينا في هاد الدوار كانوا هم مقاومين وابطال جيش التحرير، هما اللي حرروا ذاك الارض وتطلعت فيها الرايه ديال الاستقلال ورجع محمد الخامس الله ينصرو. هادشي بالوثائق مثبوته، وكان المقر ديالهم هو هذاك، حطوا السلاح وكينادلوا وكيحاربوا باش تبقى ديك الارض للمغرب ولله الحمد. المهم هادشي بدا في 1930. المهم بعد هاد الفتره دوك الناس اللي طرفنا معنا حفظوا، حنا كاين الناس السكان ديالنا كاين اللي حفظ كاين اللي ما حفظش. بدا واحد النزاع في 1965 واستمر حتى 1977، جا واحد الحكم ضدنا. من بعد التجأوا والدينا للرباط عند الحسن الثاني الله يرحمه، اللي حطوا له الوثائق اللي كتبت حقهم بالمناصفه في هذه الارض، في الغله وفي الارض، النص والنص، حنا النص وهما النص مع الطرف الاخر. من بعد الحسن الثاني الله يرحمه طلع على ذيك الوثائق وخذا القرار ديالو، قال مسيروا لديوركم ولدواركم، بقاو مستقرين تنصيفط لكم واحد البلاغ. فعلا جا احمد مطيع اللي كان كيدير عامل صاحب الجلاله ذاك الوقت في القنيطره، ووصلهم هذا الميساج ديال الحسن الثاني الله يرحمه اللي كيقول تبقاو في ارضكم وفي دواركم وكل واحد يستغل حقه بالمناصفه كما كان الحل، كما كان الحل في السابق. وفعلا استمرينا مزيان مع الطرف الاخر مستقرين، حنا كناخذوا النص والنص ديالهم والنص ديالنا دائما حتى 2008 بالضبط، ما عنديش تاريخ بالضبط. المهم في هذه الفتره جا واحد السيد من الخارج اللي هو اصلا عرفنا وعرف الدوار، كان كيسكن قريب لينا، وشرى هذه الارض كامله اللي كتكون من 262 هكتار و40 الف شجره غير تاع الزيتون، بلا اللوز بلا الكرم بلا الداليه بلا اشجار اخرى، وشراها منهم، شرى حقنا وشرى حقهم، هما باعوا له حقنا وحقهم بدون الحضور ديالنا بدون العلم ديالنا، ومشاو للمحكمه ابتدائيه بسيدي قاسم وداروا دعوه للقسمه ديال هاد الدوار اللي هو دوار المقيربه زراره اقليم سيدي قاسم، وداروا هاد القسمه. ومن بعد حنا عاد سقنا الخبار حتى الجلسه الثالثه ولا الرابعه فاش غادي تستانف الدعوه، عاد مشينا دلينا بالعقود تم الرفض ديالها. كنعرفوا بان الخبير اللي جا دار اول خبره قال لهم بهاد الارض اراضي فارغه ما فيها لا اشجار ولا سكان ولا ناس، خاويه لا ديور لا شي حاجه، وطلع الحكم عليها الابتدائي مع الاسف على هذا الاساس. متسانفت القنيطره ترفضت حنا العقود ديالنا، من بعد ذلك طلبوا خبره الناس مساكن تاع الدوار وداروا هذه الخبره في هذا الدوار اللي هو دوار المقيربه دائما كنهضروا عليه، ودارت خبره وثبت بان كاين سكان وكاين شجر وكاين ابار والناس بانيين وكاين هذا دليل كامل وكاين عقود اللي كتبت هذا الشيء. ومع ذلك المحكمه الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي وطلع النقد والابرام، ما خداوش هذا الشيء بعين الاعتبار وتايد هذا الحكم كذلك في النقد والابرام. من بعد كنعرفوا بان راهم جاو واحد البلاغات للناس اللي شاريين ومحفظين اللي هما ولادنا، شراو النيت في هذا التيتر اللي هو تيتر واحد، وهذا التيتر هو ملك، وشاريين ومحفظين قبل كاين اللي في من 69 والناس كتشري وكتحفظ، اللي هما مالي الارض تيشريو حق الطرف الاخر اللي معانا، هما من باعوا مع الاسف ما خذوا حتى حاجه بعين الاعتبار، باعوا كل شيء. وهذا الملف كان مزور منذ البدايه من الخبره اللي تحطات ودار هذاك الخبير، ما كنتش واحد الناس المسؤولين ولا ديال القانون لا بالمحكمه ولا الناس مسؤولين ولا شي لجنه ما تم البحث في هاد المساله. فعلا من جهه التنفيذ داروا لنا نهار 11 و12 غادي يجيو ينفذوا في البلاد العريانه نهار 11/10 ونهار 12 في الارض المزروعه. مي كيقول لك انا نجي نفذ عندك نهار 12 في الارض المزروعه يعني مزروعه بالاشجار، هذا اعتراف حقنا بان الارض مزروعه وحنا كاينين. مي كتقول الارض مزروعه وهذه الارض كانت غير غابات، كانت يشوك وحجر وسدره، كان فيها غير الحلوف، كانت خاليه وصعيبه باش الانسان يوصل ليها. المهم جاو هما نهار 11 درنا صعوبه في التنفيذ ما نفذوش، داروا واحد الساعه ونص نهار كامل، ولكن واحد الساعه ونص اللي تحركوا في الارض الخاويه ومشاو في حالهم. نهار 12 قيلنا كنتظروا الساكنه ديال الدوار كامل والوراثه كاملين وصحاب الناس اللي محفظين والناس اللي ما محفظينش، مع الاعلام ما جا عندنا حتى شي واحد. من بعد تنعرفوا بان مشى ذاك الخبير وديك اللجنه وداك المفوض خرق خر من الخروقات القانونيه، مشاو كيوجدوا واحد التقرير غيجيبوه على ذاك التنفيذ، هو ما كان اصلا حتى شي تنفيذ وجدوا ذاك التقرير. ودابا كنطلبوا حنا شي
شي نسخه من داك التقرير باش او ديك الخبره اللي هي اصلا مزوره وما كايناش باش نديروا بها غير الطعن ونثبتوا العقود ديالنا في المحافظه ونطعنوا في هذه الدعوه باش ما يتمش الاخلاء ديالنا، لانه هو مع الاسف دار واحد القرعه معنفسو وجمعوا له ارضه. المسؤولين ديال اللي مسؤولين هنا واللجنه جمعوا له ارضه ما عطاوناش، تيقول لك مازال ما وجدش. دابا شهرين واحد الخبير ولا واحد اللجنه داروا في 262 هكتار اللي تيقولوا هما ساعه ونص، واش غتكلفهم شهرين باش يوجدوا هذه الخبره؟ هذا خرق خر، ما عطاوناش وحنا عارفينها تحطات ومخبعينها، لان علاش باش ما يعطيوناش هذه الوثيقه؟ حتى يقذفوا الهدف النهائي وهي يدخلوه للمحافظه ويتم تهجير وتفريغ هاد الناس وهاد السكان من الاراضي ديالهم اللي هي كتساوي 128 سنه، كانوا اول سكان هنا وكانوا مقاومين جدودهم ووالديهم، وهما اللي زرعوها وهما اللي غرسوها وبالوثائق ديالهم، ما خدات حتى شي حاجه بعين الاعتبار، وهذا خرق. حنا مازالين كناديو المسؤولين ومن فوقهم كناديو صاحب الجلاله الله ينصرو محمد السادس باش يتدخل على هذا الملف وينصفنا ويخلينا في ارضنا ويخليو لينا ارضنا، هذه راه ارضنا وهذا راه حقنا، وحنا كنهضروا بوثائق ووثائق دائما، وكنهضروا بوثائق اللي هي رسميه وعقود اللي هي مسجله وقانونيه من خلالها كان الحسن الثاني خلى لنا حقنا وبقينا في الارض ديالنا مستمرين حتى ليومنا هذا. هذه الرساله كنوجهها من بعد الله سبحانه وتعالى، كنوجهها لجلاله الملك، لان احنا في الاقليم ديال جلاله الملك الله ينصرو باش يتدخل وينصفنا، اللي هو زور لنا الشهود وهذا الشيء متبوت، راه عندني الوثيقه اللي هي قانونيه والوثيقه اللي غير قانونيه اللي كنهضر بها. وقاضي ديال التوثيق تيقول لك هاد العقد اللي عندك ثابت لك حقك ديري به الدعوات، مشي تجيبي لي شهاده اداريه، ما كتمشي تطلب شهاده اداريه، وانا ما عنديش الحق نعطي، وانا عارفه شواهد اداريه كتعطى في الاقليم، علاش كيطلبها القاضي الا ما كانتش قانونيه؟ مشينا عند الناس ديال العماله كيستهزؤوا بينا وكيستهنوا بينا، كيهضروا معنا هضره باننا احنا اميين جايين من الدوار وما فاهمينش، كيخليوك كيفاش تمشي بحالك حتى يتم تصفيه هذا الملف بشكل نهائي. احنا هذه المسؤوليه تنحملوها بالدرجه الاولى للطرف اللي معنا في الارض بحق حقنا سرق حقنا، تنحملوها للطرف الثاني اللي شرى المسروق، والطرف الثالث اللي هو الطرف الرئيسي هما الناس المسؤولين ديال القانون، هما اللي كيفهموا كيفاش تمر انت ملف فيه بيع وشرية بلا صحابه بلا مواليه اللي هما الطرف الرئيسي وكاينين ومستقرين في الارض وبالوثائق ديالهم، وهما دليل وجودهم في الارض ساكنين بانيين وعندهم بيار وعندهم حيوانات وعندهم وليداتهم ومستقرين 128 سنه من الجد والاب حتى الاولاد والحفاد، هذا دليل كافي. حنا كنحملوهم هذه المسؤوليه، هذا الشيء اللي كاين. شنو المصير ديال هاد الناس؟ شحال العدد ديالهم؟ هاد العدد ديالهم بالاشخاص ما نقدرش نعطي لان ساكنه كثيره، هي 37 دار، 37 دار اللي كاينه في هاد الدوار كاملين مسكونين وكاملين تقريبا الناس حافرين بيار وكاملين بانيين الديور ديالهم، وكاين اللي جدودهم ووالديهم باقيين حيين، كاين بعض الناس اللي عندهم 98 عام، كاين اللي عنده 100 وعامين، كاين اللي عنده 100 عام، هاد الناس باقيين، هادو الناس الاولين جدودا الاولين. حنا ما كان واخا كنقولوها كتم التهجير ديالهم، هما ما عندهمش البديل، ما كاين حتى شي حل، فين غيمشيو للمدينه؟ الناس ما عمر ما وصلوا حتى للمدينه، عمر ما قراو، ما عندهم لا صنعه، كيعرفوا السرحه، كيعرفوا الفلاحه، كيعرفوا يخدموا الارض، فين غادي يمشيو؟ هذا مشكل خر. وما عندوش فين يمشيو، حنا كنستبعدوا هذا الاحتمال، واخا ان حنا عارفين تيقولوا راه الخميس اللي هو بعد غدا تيقولوا غيجيو باش يحطوا له الحجر باش يعزلوا له الارض ديالو، غير مجرد من غيعزلوا له الارض ديالو راه فيها داري انا ودار الاخر ودار الاخر، غيتم التهجير ديالهم او يقوموا بالافراغ ديالهم قبل الاوان، ما انا عزلوا له هو ارضه راه فيها داري ودار هذا الرجل ودار هذه المراه، راه غادي نخرجوا بطبيعه الحال، ما يمكنش لينا باش نبقاو مستمرين، لان هذا هو القرار تيقول لك القرار ديال جا من قرار المحكمه ديال نقض الابره باسم جلاله الملك، انا ما كنامنش بهذا الحكم وبهذا القرار وكنعترض عليه، لان جلاله الملك هو اللي كينصف المظلومين ومع الناس الفلاحه ومع الناس اللي صحاب الحق ودائما كيوصي على الناس ديال البوادي، هذا ظلم في حقنا، هذا حكم جائر، حكم قاسي وحكم غير عادي، حنا فاهمين كاع القوانين اللي داروها التزوير كامل حنا فهمناه، ولكن كيفاش غادي تثبتوا؟ خاص لجنه ديال تقصي الحقائق على الاقل، خاص مسؤولين يوقفوا، هو كان اتفاق كاين اتحاد، ما يقدروش واحد يصرح بواحد ولا واحد يطعن في واحد، حنا هذا الشيء شايفينه وعارفينه، واش انت في الدوار مستقر بالوثائق ديالك وواحد تيقول لك ارضي، جا شرا في 2008 وانت ساكن 1894، هذا راه ما نقدرش انا نسميه ظلم ولا حقره ولا تهجير ولا ما نعرف، هذا نسميه انا جرائم، جرائم في حق هاد الناس وهاد السكينه اللي هما قبل ما يكونوا فلاحه وصحاب الحق كانوا ابطال ديال المقاومه وجيش التحرير. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.